يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في سؤال سابق أن المسافر إذا أراد أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب فإنه يتم، لأن المغرب لا تقصر. نعم. يقول أليس يكون في صلاته خلل لأنه جلس 3 مرات للتشهد؟ تابع للإمام، لا ما هو خلل، هذه متابعة للإمام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالابتداء للإمام، هذه متابعة للإمام وليست خللا في الصلاة. نعم. ويقول حفظك الله، وأيهما أفضل له، أن يدخل معهم أو يصلي لوحده 2 ركعة؟ يدخل معهم أحسن ولا ينفرد. نعم.